ما فيش سبيل يرحم النفس البشرية إلا سبيل الله سبحانه وتعالى. هي فكرة فعلا الإنسان ساعات ما بيعرفش يرحم نفسه أصلا عشان يرحم الناس، يعني يعني بيتعامل عدم رحمة النفس عدم رحمة الناس. لأن اللي أنا هأذيقه للناس أنا هلاقيه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دخلت امرأة النار في هرة، ده يعني بالله بالله يا أستاذة سارة، الله يغفر لي ولك يا رب ويغفر لنا جميعا يا رب، يا رب. اللهم آمين. دين بيعلم صحابه إن قطة اتعذبت فاللي عملت كده دخلت النار. دين يقول امرأة بغي ما عملتش حاجة حلوة خالص في حياتها خالص، كانت ماشية شمال، كانت ماشية غلط، كانت بتأجر نفسها، إلا إن هي سقت كلب، رق قلبها لعطش كلب أعزكم الله، فربنا يغفر لها كل البلاوي السوداء اللي عملتها بهذا الفعل وبهذا الصنيع. الراجل اللي شاف الكلب بيلحس الثرى الرمل من العطش وينزل يملأ الحذاء بتاعه مية ويسقي الكلب، فربنا يشكر لهذا الإنسان هذا الصنيع وهذا الفعل فيرحمه ويغفر له ويدخله الجنة بسبب الفعل ده. يا سبحان الله، عشان ندرب قلوبنا على الرحمة. إيه الدين ده؟ من مين بقى اللي يحجب من الرحمة؟ استغفر الله. اللهم لا تحرمنا يا رب يا رب، اللهم لا تحرمنا يا رب. من يحجب؟ من حجبها عن خلق الله. اليوم أمنعك فضلي كما منعتهم فضل ما أنعمت به عليك. واحد معاه مية وقادر إنه يديلي وأنا عطشان وهموت بالعطش فيمنعني، المية دي مش بتاعتك يا حبيبي، ده مين اللي صنعها؟ ده ربنا سبحانه وتعالى اللي صنع المية دي. فربنا سبحانه وتعالى يعاقب هذا الشخص يوم القيامة، يقول له طيب إيش أنت منعت فضل ما أعطيتك؟ اليوم أمنعك فضل، فيمنعه ربنا من عدل ربنا من عدل ورحمته سبحانه برضه وتعالى. سبحان الله. فهو الجزاء من جنس العمل. أيوه. ومن لا يرحم لا يرحم، هو ده اللي ما يطب، اللي يشدد على عباد ربنا، اللي يشدد على خلق ربنا. وربنا في ناس لما بتصدق تكون في مكانة معينة أو فيها سلطة معينة فتشدد. أعوذ بالله. اللهم عافنا، اللهم عافنا. والله حرم نفسه، والله حرم نفسه من رحمة ربنا. انت الله سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن، ده يوم القيامة هيصلح بين الناس عشان الناس يسامحوا بعض. انت تيجي تضع نفسك في موضع الله سبحانه وتعالى وتمنع رحمة ربنا عن خلق الله بحجة انك انت حاجة قانون في ايدك ولا لا لا لا. أيوة. كن يا اخي، اللهم من ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، يا الله. ومن ولي من امر امتي شيئا فرافق بهم فارفق به. اوعى تحرم نفسك من دعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تحط نفسك في موطن وكل واحد في مكانته ويدور الصعب فين. الصعب فين؟ لا لا لا، حتى لا. الأم